ترندات ده انت للترندات وترندات الدنيا كلها. عاشور ترندات. العب يا عم عاشور. حبيبي يا بابا. ألف مليار الحمد لله على السلامة حبيبي يا عاشور، ربنا يخليك. يا بص أنا سجلت في كام قناة ما شفتش المنظر الحلو ده اللي هنا يا باشا. ده عاشور ترندات عبقري. واديني ده كمان. أيوه عايزين 9 مايكات يا جماعة. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة. عالمي يا مبارك. انت بتشوف خلاوتك عندنا يعني. يا حبيبي يا عاشور ربنا يبارك لي في عمرك، انا متشكر ليك جدا. نرجع بقى للبتاع عشان الاي اي. فمتشكر ليك جدا يا عاشور طبعا، وشكرا على سؤالك وشكرا على اهتمامكم. وبجد على راسي يعني مش بقول لك عاشور عاشور عاشور، انت في يا جدع على المايك. انا مايك كمان حبيبي اساف. اي لاف يو تو يا اخويا يا كبير. ايوه صلي على النبي، صلي على النبي. ايوه ايوه امسك انت كده. يا نهار اسود يا عم، عشان الراجل يسمع معاك برضه. جاي جاي تمام. الحمد لله انا احسن كتير، فضل الله عليا كبير وربنا لطيف بيا ورجعني دلوقتي وقفت وسطكم تاني. يمكن ده من لطف ربنا سبحانه وتعالى، هو الاساس ثم دعاء الناس ليا اللي كان يعرفني واللي ما كانش يعرفني. يعني كان في حالة من حالات الحب والدعاء والعاطفة الشديدة جدا وصلتني كلها يعني. فأنا من خلالك بشكر كل الناس اللي دعت لي واللي وقفت جنبي بكل الأشكال الممكنة، سواء بمعرفتي أو عدم معرفتي. أنا بشكرهم جدا على وقفتهم دي. والنهاردة بقى أنا مبسوط، أنا وعاشور ترندات أهو موجود في نجم العرب النهاردة. فيعني ده الحمد لله حاجة عظيمة جدا وجميلة جدا، خصوصا لما عرفت أنه نجم العرب بيتعمل نتيجة تصويت للوطن العربي. فكون انه اخواننا العرب يعني يشوفوني ان انا استحق تكريمه ويصوتولي، اعتقد ان ده شرف كبير جدا جدا ورسالة وامانة كبيرة جدا ووسام على صدري. يعني احب اشكر كل اخ واخت عربية يعني ساعدوا ان انا اخد هذا التكريم. ظل ما يبقى فيه عمل يحرق دمك للدرجه اللي انت وصلت لها دي. يا عاشور قلنا نتكلم في الحاجات الحلوه بقى. معلش يعني الحلو جنبه المر يعني بيعالجوا بعض. ايوه عشان الواحد ما يجزعش. لا يعني بص انا اقدر اقول لك بس ايه، عشان المناسبه الحلوه دي بلاش نعطرها. كل اللي انا اقدر اقوله انه في دروس مستفاده. الدروس المستفاده انه ما تضايقش نفسك. الدنيا مش مستاهلة خالص. الدنيا أيامها عاملة زي العجلة الدوارة، لو انت وقعت أو اتكعبلت هتدوس وهي هتكمل. فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين ان انت ما تضغطش على أعصابك. اقف على رجليك. طول ما انت واقف على رجليك أي حاجة انت مش قادر تجيبها هتجيبها، لكن لو اتكعبلت هتبقى هنا المشكلة. اعرف دايما ان انت مهما كنت في أي مرحلة، كنت طفل أو كنت كبير، في ناس متعلقة في رقبتك. لو انت طفل فبابا وماما متعلقين في رقبتك، ولو انت كبير في عيلة متعلقة في رقبتك. فبقول للناس خلي بالكم من نفسكم والبدن ده بجد الجسم يعني ده، عشان انا عارف عاشور طبعا الجسم ده ليه حق عليك لازم تدهوله يعني. ظل بصراحة كده يقولك الأزمة بتعلم أو بتبين الناس مين اللي تستنيته يبقى جنبك وما لقيتوش بصراحة، ومين اللي ما كنتش متوقعه يعني لقيته. أكيد مش هقول أسماء، لكن في النهاية الأزمات فعلا بتبين معادن الناس. في ناس في الدوائر القريبة لي كنت متخيل إن هم هيبقوا وقفتهم أقرب من كده، للأسف لقيتهم يعني في حتة تانية الله يعينهم يعني. وفي ناس أنت ما كنتش حطتهم في خريطتك القريبة تكتشف إن هم دول كانوا أقرب الناس ليك في أزمتك. فحصل تبديل وتوافيق كتيرة جدا جدا في الأزمة. شفت ناس بأشكال مختلفة، تعرف في البنج بقى والواحد بيبقى شايف كده فبيبقى عارف عامل دماغ، فبيبقى شايف الناس كده من حتت مختلفة يعني. بس الحمد لله الخير أكتر، الحلو أكتر. ما بقولش على الوحش وحش، بقول الله يعينه. هو برضو أكيد عندهم حاجات وعندهم تفاصيل، فمش عايز أصدر أحكام يعني. لكن أنا كسبت ناس كتيرة جدا جدا في أزمتي دي، سعيد إن أنا كسبتهم في البنج. الناس يعني أنت بتفضح الناس كلها. فضحت مين في البنج؟ عايز ايه؟ قول قول. الحمد لله ما فضحتش نفسي. لا ولا مين يعني. لا الحمد لله ما فضحتش نفسي يعني. لا الحمد لله يعني هو الدكتور بتاع البنك كانت ايده خفيفه فكنت واعي شويه. لا الحمد لله ما خرتش. لا 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 الحمد لله.
ده الباب الجاهز الجديد الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني حاليا انا بصور شارع 9 وهو مسلسل، شايف انه مسلسل مسلسلات ان شاء الله لا تبقى عند حسن ظن الناس، هو من اخراج الاستاذ محمد عبد الخالق ومن تاليف الاستاذ حسين مصطفى محرم، ومعانا يعني حفظا للالقاب كوكبه يعني من النجوم، معانا رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، استاذ ياسر علي ماهر، ومجموعه كبيره جدا جدا من الشباب. اتمنى ان شاء الله ان المسلسل ده يبقى عند حسن ظن الناس. اجزاء تانية هتحصل في رمضان الاختيار والمسلسلات اللي شفناها، هل هيبقى فيه جزء تاني انت هتكمل فيه؟ انا اي مسلسل وطني يعني رمضان غير رمضان كل الشرف الكبير ان انا اشترك فيه. والحلو كمان في الموضوع ان رمضان دلوقتي ما بقاش هو الموسم الاوحد اللي بيتعرض، دلوقتي بقى على مدار السنة في مجموعة سلاسل بتتقدم وانا سعيد جدا جدا بيها، زي ورا كل باب، زي القمر، زي نصيبي واسمتك الا انا، فانا سعيد جدا جدا بالسلاسل دي لانها كمان بتناقش مشاكلنا الاجتماعية الآنية اللي احنا عايشينها بأشكال مختلفة بتمس كل الناس. يعني انا عملت كان ليا الشرف انه شركة سينرجي اسندت لي حدوتة من الحواديت 90 يوم مع دنيا عبد العزيز واستاذنا احمد حلاوة واستاذ ميمي جمال واخويا هشام اسماعيل، كنا بنناقش فيها مثلا مشكلة الطلاق ومشكلة الكبر والعند ما بين الأزواج، وإنه مين اللي بيدفع تمن الطلاق ده وما الأطفال. يعني كان بصراحة بعد ردود أفعال الحكاية دي لما تعرضت كانت أكتر من عبقرية، كانت الناس دايما بتشوف سواء خالد أو شهيرة يقولوا ده ابن خالتي اللي عمل كده، أصل دي أختي اللي عملت كده، أصل أنا رحت البيت قلت أفسحهم عشان خاطر ما وصلش للدرجة اللي حصلت بيها كذا. ففعلا مشاكل بتمس الناس بشكل حقيقي، وسعيد جدا جدا بتعدد المواسم على مدار السنة. يعني الوسط الفني دلوقتي ما بين هاني شاكر ونجيب سويرس، انت مع مين؟ ما فيش، بص انا راجل ماشي جنب الحيط، ما بحبش اخش في القضايا الشائكة. يعني ايه انا بس ايه، لا يعني انا مع، بحاول اكون مع الحق والرأي الوسطي. يعني مصر دولة كبيرة، مصر مليانة مواهب عظيمة، مصر فيها فن مش هنقدر نمنعه، شعب الفن كتيرة جدا جدا، لكن انا اللي اقدر اقوله انه في النهاية فكرة المنع القاطع ده ان نقفل الماسورة باسمنت وجبس ده ما اعتقدش انه ده شيء ناجع قوي او شيء نافع قوي. اعتقد انه فكرة الاحتواء والتعليم هو ده الشيء الكويس، يعني ان انا اشوف الناس دي عندها حاجة بتقدمها لناس كتيرة بالملايين ومعجبين بيها، طب أنا لو نقحت الفكرة دي وخليت الفنان اللي بيقدم الموضوع ده عنده كم من الوعي فيعرف يختار الكلمة الكويسة ويعرف يختار مش عارف إيه، يبقى الموضوع انتهى، يبقى مفيش أصل من الموضوع أصلا خلاص. ونقدر لو قدرنا نعمل لهم شعبة زي ما كان بيتقال قبل كده من 3 سنين أو من سنتين، نوعية معينة من الفن، لكن الكات ده أعتقد أنا مش عارف يعني، بس على وعسى ان يكون الكت اللي حصل ده هو إشارة حمراء ولسه الحلول جاية. يعني إشارة حمراء كبيرة من أستاذنا الكبير يعني أمير الغناء العربي أستاذ هاني شاكر وبمنصبه كنقيب للموسيقيين، إشارة حمراء كبيرة بنقول لكل الشباب الصغير اللي عايز يطلع ويعمل أي نوع من أنواع الفن إنه الوعي ان انت بتقدم مصر، ان انت بتقدم للجمهور المصري، الجمهور المصري ده مش قليل والجمهور العربي كله، فلازم نختار الكلمة، لازم نختار المعنى اللي بيتقدم للناس. عمر كمال جات له بنت ليه هدية، انت بقى اغلى هدية جات لك ايه؟ ايه؟ جات له بنت لي العربية بنت لي هدية من السعودية، افلاطون الوردة والبتاع خليها على الله. ملك ده يعني نفسد الولا الله يديله الصحة، صل على ما شاء الله، يبارك له ربنا، يبارك له ويوسع عليه، حب الناس ملوش ثمن، حب الناس ده أغلى وأحلى هدية ربنا اداها للواحد، فربنا يوسع على كل من كان وربنا يزيده ويزيدنا كمان يا رب من محبة الناس في الخير بإذن الله. شكرا شكرا يا عاشور، ربنا يخليك.